سبع ميل بعدين يعني لازم تسمعي كآبة نفسية عرفتي؟ لأني من هنا بس عم يقلي حزن بس أنا من هنا لأول مرة فلازم يصير معي كآبة نفسية. طبعا نحن وين ما فرقتوا رح تلاقونا مع بعض قاعدين اليومين ما هيك؟ مع إبرة ايه عملوا لإبرة إذا كان عنده شيء مشغول رح تعرف إذا بدك تشوفنا هون تكون مع بعض مع إبرة ومع إبرة العربي وميشان عفوا مش لاير بس لاير العربي بس ميشان عربي كمان شاي أخضر ومساج بس ما بدها مساج يا بعدي بنعملها نحن مساج تونا فكر أخي تخطر على ماله ايه؟ سارة بدك عصر يا قلبي؟ والله؟ انا مش سارة بس انا اكتر صاحبنا على واحد في المطار عنده شركة عصر قلبها يا بعد ما عصر قلت له انا عايزة اكتر He said he's gonna send to David tomorrow عمر ابنها؟ كم اطرميز؟ كونغ فو اثنين فو كاب كيك؟ كب كيك هيبعتولنا كم كيلو عسل؟ يي بكره كم كيلو؟ بكره 2 كيلو صح؟ 2 كيلو طبيعي كيلو كيلو له تعرفنا على واحد توصيل كهرباء من ما بعرف شو اسمه توصيل كهرباء إذا اسم توصيل الكهرباء جوز العشرة وعلى تسعة ونص ما قلتها شو هتمرني على الأغنية؟ لا شكرا I was gonna trip and then my head hurt at the same time. While I was down and they were talking to me, I'm like, I wanted to see the red. Then I did it for like a fraction of a second. راح الحمار طلع مو حمار حرام في خجلانه من شيء By the way, can I say something? في خجلانه من شيء Can I say something? Ibro Muhammad? Mm-hmm. Ibro. Mostly after this. But what happened is to my Khala. Huh? في خبيه شيء؟ مين عايز ياخذها؟ احنا ثلاثة واحد مننا ممكن ياخذها. في شوية غباء. دي هاي فكرت دي. ها دي. اوكي لا انا مستغني عنها. يعني مستغني عنها. فيها خاصة بي لأنها. البنين؟ بس هذا ما لي حاجة بصوتي فيها كلها. انت عايزها ولا انا اخذها؟ ايه دي هتشوف فين شديها ممكن اخذها؟ thank you حتى فقدتي بس ما فيك تغير صوت التصوير ثاني كمان قلت لا I like it وفي وسطها شحم لحمه سوداء كبده وفي وسطها شحم يا حبيبي على الطلبات ولا عادين شي سنة بالأكاديمية كلهم أسبوعين كلهم نحن حالنا نمشي لارا أعطيني السبيلينج هذا بليز دي اي ام اي دي اي ام اي كيو 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 يو كيو يو اي اي ال ال اي ام تي اي ولا اي 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 ام تي دي ما كيو اوه ميك اب ريموفر ايوه اوكي عزوز دقيقه قاعد اكتب الطلبات
دي ميكيون بدي مزيل شحن مزيل ابراهيم ممكن تسال على شنطتي اللي انا اخذتها وشنطتها لا رح نسال مع بعض على الشنطه لو جيبوا لا بس انا وابراهيم عنده هم عندهم الشنطه ورا عند الشنطه لا انا فهمت عليك وي جيف ذم بعد ابيرنتلي ما حيفرق عادي شرحنا الساعه عليها بتحكي لهم حكي لهم اوكي